على الساعة 7 بالظبط نبيل عدى عليا وخدني من الأوتيل. نبيل تعالى يا نبيل. ايه يا حبيبتي فين؟ مش عارفه اعمل ايه. في ايه يا حبيبتي؟ مش عارفه البس ايه. انت لو لبستي اي حاجه من دول هتبقى تحفه عليكي. ايه تاني؟ ما هو انا كده الاول حالتي قد كده، لما شفتك بقى وشفت الشاكه اللي انت فيها بقت حالتي قد كده. اختار لك انا؟ ممكن طبعا. تعالي كده وريني وريني. ايه ده يا تحفة؟ اللي جوه الفستان. احنا كده هنتأخر، انا هستناكي تحت لحد ما تجهزي، اوكي؟ ليلتها خرجنا وتعشينا سوا. ده كان أول يوم وصلتي في روما، مش كده؟ أيوه. وكنت لوحديك ولا معاكوا حد؟ لا، كنت أنا وهو بس. Volevo qualcuno da incontrare. La notte volevo qualcosa da sognare. انت شايف الاسعار هنا عامله ازاي؟ ايوه هي فعلا مكتوبه بالالوفات، بس الالوفات اللي رد دي بالنسبه لمصر ولا حاجه، ملاليم. وبعدين طول ما انت معايا انا مش عايزك تحرمي نفسك من حاجه، اوكي؟ تحبي تاكلي؟ مش عارف. طب تسمحي لي انا اطلب لك؟ بريجو. Yes, sir. What's your specialty today? I have plenty of things. I have fish. سلام يا نبيل، انا حاسه اني عايشه في حلم. وحشتني قوي، وحشني كل حاجه فيك. انت كمان وحشتيني قوي يا حبيبتي، بس انا عايزك تطلعي تنامي عشان بكره الصبح هفوت عليك بدري وافرجك على روما كلها. وانت مش طالع معايا؟ للاسف انا مش قاعد معاكي في الاوتيل هنا، انا قاعد في اوتيل تاني خالص. ليه؟ لان ما لقيتش اوضه في الاوتيل اللي انا قاعد فيه، ولا لقيت اوضه هنا في اوتيلك. طب ما اوضتي تكفينا. اوضتك سنجل يا حبيبتي واحنا اتنين. نبيل انت ناسي انك جوزي واحنا بقالنا فوق سنتين ما قعدناش مع بعض؟ انا عارف يا سامي، بس هما في الاوتيل ده وعدوني ان يوم او اتنين بالكتير وهبقى معاكي. اللي تشوفه. سامي استني اوصلك. تصبح على خير. هو نبيل ما كانش نازل معاكي في نفس اللوكان ده؟ لا، كان نازل في اوتيل تاني. وبعدين؟ تاني يوم اخدني وفرجني على روما ومعالمها السياحيه. وكان يوم حلو قوي. Thank you.
حبيبتي تعبتي؟ هلكت. تحبي نروح؟ طبعا لا، واسيب بقيت روما من غير ما اتفرج عليها؟ طب ما تيجي تعيشي معايا هنا وانا افرجك على روما كلها والعالم كله كمان لو حبيتي. يا ريت يا نبيل، صعب قوي اسيب امي وشغلي اسيب مصر. ما انا سبتها اهو يا سامية، ايه اللي جرى يعني؟ يمكن بالنسبه لك اسهل مني، انا بالنسبه لي يعني. بقول لك ايه، انا جهد تيجي نقوم ناكل. بريغو. الو. دوي ساندويتش. دوي ساندويتش. 1 ثانك يو. اوكي ثانك يو. جراسيا. ما قلتليش شغل ايه اللي انت جاي تعمله هنا في روما؟ عندي صفقه عربيات جاي اخلصها لحساب المعرض اللي بشتغل فيه في نابولي. وهترجع نابولي تاني؟ لازم. بقول لك ايه، ما تيجي معايا بكره الشغل. اجي معاك اعمل ايه؟ اعرفك على سنيور اجنازيو. مين اجنازيو ده؟ ده صاحب المعرض اللي انا جاي اخلص معاه الصفقه، وبعدين عنده عربيات حلوه قوي، ممكن تعجبك حاجه منهم اشتريها لك. ورحتي معاه؟ رحت، وهناك قابلت السنيور اجنازيو. او سنيور نبيل، كومو ستاي، وحشني وحشني. بيني سنيور اجنازيو بيني. او ماما ميا، كي كوستا فيلا سنيوريتا سنيور نبيل. سنيوريتا ساميه خطيبتي. او انا سعيد بلقائك ومعرفتك سينيوريتا. ثانك يو سينيور اجنازيو، ذا بليجر از ماين. كوما بيلو، كوما بيلو سينيورا. صوفيا تعالي بسرعه. صوفيا تعالي اعرفك على اجمل انثى فيها دفء الشرق وسهره. Yes. Signor Nabil, this telephone for you. أيوة يا نبيل، أنا أبو سليم. اسمعني كويس وما تردش غير بأيوة أو لأ. سي. الليلة سينيور إغنازيو حيعزمك على العشاء أنت وسامية. مهم جدا سامية تكون معك. لازم تفهمها أن العزومة دي معمولة عشانها. على شرفها يعني. سامية لازم تكون معك. طبعا هي ما عندهاش الهدوم اللي تليق بالمناسبة، لكن لما ترجع الأوتيل هتلاقي مفاجأة هناك. ماشي؟ بسي كابيتو. إزيك؟ كلم جارزيني قول له يجهز على الليل. مالك يا حبيبتي، في ايه؟ مفيش. مفيش ازاي؟ لا في طبعا. ممكن افهم ايه علاقتك بالست اللي اسمها صوفي دي بالظبط؟ علاقة عمل عادية جدا. وهي علاقة العمل العادية جدا دي بتخلي الناس تتلزق في بعض بالشكل السخيف ده؟ انت بتغيري عليا؟ حق ايه نبيل؟ وما فيش اي ست في الدنيا ممكن تقبل انها تشوف جوزها واحده تتلزق فيه بالشكل ده. حبيبتي انا مش عايز اسمع منك الكلام ده تاني ابدا.
انت مراتي وربنا يعلم انا بحبك قد ايه. طب وسوفيدي؟ سوفيدي مجرد سكرتيره، يعني اللي بيني وبينها شغل وبس. اصلا كانت بتتلزق فيك بشكل عادي. عادي يا حبيبتي، الناس هنا غير عندنا خالص، وده العادي بالنسبه لهم. بس ده مش العادي بالنسبه لي. على فكره سينيور اجنازيو عزمنا الليله على العشاء، تعالي عشان تشوفي الجو العام بيبقى عامل ازاي. مش هينفع. ليه؟ اذا كانت سكرتيرته شكلها عامل كده، امال هو بقى والست اللي معايا بقى شكلهم عامل ازاي؟ عيب عليكي لما تقولي كده وانا موجود، او تحسي ان ممكن اخليكي اقل من اي واحده فيهم، لانك مش كده خالص. مش فاهم. لما نروح الاوتيل هتفهمي كويس. دلوقتي تقدر تفتحي. ايه كل ده؟ افتحي بنفسك وانت تشوف. ايه ده؟ دي حاجات عشاني انا؟ طبعا يا سامية، امال هتكون عشان مين؟ ايه الفساتين دي كلها؟ دي من اشهر ماركات العالمية كمان. نبيل، وانا لازم اجي معاك السهرة دي؟ حبيبتي سينيور اجنازي والناس اللي بشتغل معاهم هنا في روما عاملين الحفله دي مخصوص عشانك، يعني ما ينفعش ما نروحش. ايوه بس انا خايفه. خايفه من ايه؟ من الاجواء اللي انت عايز تدخلنا فيها. احنا ناس على قد حالنا، والاجواء دي تتعبنا وتربكنا قوي. خلاص اللي تشوفيه. بس على فكره انا وعدت الناس، يعني تعالي بس نروح، ولو ما عجبكيش الاجواء دي ما نروحش تاني خالص. طيب بس نقي فستان واحد والباقي يرجع، والا مش هخرج. اوكي اللي تشوفيه. دي الليله اللي قابلتي فيها الصحفي ليوناردو جارزيني؟ ايوه. انت ايه اللي عرفك؟ ابدا، مجرد استنتاج. عموما احنا اتقابلنا صدفه من غير اي ترتيب. واتقابلتوا فين؟ يوميها عزمني انا ونبيل على عشاء في مطعم يعتبر من اشيك واغلى مطاعم روما.